اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات على الهواء والرد عليها مباشره من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. تحيه ليك يا دكتور استاذ اسامه، وتحيه للجيش الابيض. الله يبارك فيك. ده فعلا لان المصري اثبت وجوده بفضل الله وعلى رأسهم الجيش الأبيض في ظل الأزمة، يعني الأزمة مش هنقول أزمة عندنا، الحمد لله احنا ما عندناش الأزمات، بس دي أزمة عالمية طبعا، بس أثبت وجوده إزاي يخترق. هو بس الصعاب. احنا عايزين بالنسبة لبرنامجنا حضرتك، احنا يعني بندي مساحة كبيرة جدا جدا للاتصالات، وبنجاوب باستفاضة، وبندي علاج متكامل، او نطلب اشاعات، نطلب تحاليل، نطلب اي حاجه كما لو كان المريض عند الدكتور او قدامي شخصيا. تمام. بس بينقصي ان انا اشوفه او اسمع منه او اعينه وبعدين اكشف عليه. طبعا بتبقى هنا الاستفاده بنسبه 60 ل 70%. جميل. بلاقي بعد ما بنخلص الهوا مكالمات كتيره بتيجي ليا بطريقه او اخرى، ازاي بيوصلوا ما مش فاهم. انا بس عاوز انوه ان انا بحب اجاوب على الاسئله من خلال البرنامج، على اساس اكبر ناس، عدد من الناس يستفيدوا بالمعلومه اللي احنا بنقولها، لان بالتاكيد في هناك حضرتك تشابه ما بين الحالات. فانا برد على واحد، بقعد معاه 5 دقائق يزيد او يقل، بستوفي كل حاجه ممكنه باستفاضه شديده يعني بتفاصيل دقيقه جدا، على اساس كل اللي بيسمعوه حالاتهم مشابهه يستفيدوا، وممكن حتى اما اللي هو زيها ياخدوا علاج زيه. تمام. لكن ان انا همسك كل عيان بعد ما اخلص هوا سواء هنا او هنا، انا ما بردش على تلفونات خالص. ده حقيقي طبعا لضيق الوقت لا انا طبيعتي كمان يا استاذ اسامه لاصدقائي، معلش لاصدقائي، صح، ولا قرايبي ولا معارفي ولا كده. انا بخلص الحلقه ببقى انسان عادي مش دكتور. صح. لان حضرتك ما تتصورش الوضع بالنسبه لي انا عشان اتحول الى دكتور على الهوى وادي معلومه بمستوى راقي وعالي ودقيق ومؤثر ومسؤول، ببقى انا بأشحذ كل قوايا الذهنيه وقوايا العلميه وقوايا المعرفيه وقوايا الخبراتيه ان انا اطلع الكلمه من بقي، فما يطالبنيش ان انا اعمل ده 24 ساعه. ده دكتور اللي انت بتقوله ده على فكره ده في صالح المريض بنسبه 100%. بالظبط. لان انت النهارده لازم يبقى فيه ستوب ولازم يبقى فيه بريك عشان تعمل ريستارت. هديك مثال. تقدر تدي للمريض الروشته الصح. هديك مثال، هديك مثال. اتفضل. مريض عنده 60 سنه او 55 سنه او 45 سنه وعندي علم على فم المعده. تمام. اي حد هيجي في دماغه ايه؟ المعده او القولون او المراره. دفاع 20% يكون جلطة حادة في القلب. صح. أنا عشان أبين ما بين المعدة أو جلطة حادة في القلب المفروض أقعد أسأل فيه تلت ساعة. تمام. أنا هديله تلت ساعة منين، هو ولا غيره؟ صح. الأسهل إيه؟ حاجة زي دي يروح المستشفى على طول. بس برضو يعني كلام حضرتك سليم، وتكملة لهذا الكلام اللي تملي بتقعد تنوه للمشاهد، وأتمنى إن هم يكونوا مستمعين للحتة دي جيدة للمشاهد بالأخص، ان يكون جاهز عشان تقدر تساعده. دي حاجه. الحاجه إيه؟ كل البيانات بتاعته، السن والطول. أيوة. ما يقعدش بتقول واحد سواء كان ليه يجهز البيانات. اتنين يقفل التلفزيون او يبعد عنه. صح. تلاتة، وده المهم بقى حضرتك كمان، احنا تعودنا ندي علاجات تفاهه تفاهه، لان الجماعه بتوع الاعشاب وبتوع الرؤيه وبتوع المزج والحزج والخلط والمط والحلق بياخدوا الطب كده، هو مش طب اساسا، ده شغل الجماعه. ممكن تسميه الراجل بتاع زمان المزين يا دكتور، بس ده مزين على مستوى ايه؟ على مستوى بخور، على ده احنا مش بتوع الكلام يا دكتور ده. محمد، معلش اديني فرصه يا اسامه لو سمحت. اتفضل اتفضل. احنا بندي علم على ارقى مستوى ممكن يتخيله بالاتصال اللي بيقوله ده. صح. ممكن، وبمنتهى الثقه، وبمنتهى الثقه بالنفس والثقه في العلم اللي بنديه، مش له هو ده، للدكاتره كمان، مش الدكاتره عاديين واساتذه. سليم. احنا لا 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 يعني احنا بعيد كل البعد جزئيا وكليا عن ال 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 فيرتب نفسه الكلام ده كله حضرتك. يرتب البرنامج نفسه بتاعك كونسولتو تيلي ميديسن، ربنا يخليك، انك انت يعني بتساعد المريض على الهوا. وانت قلت حاجه مهمه جدا عشان المريض برضو يستوعبها،
انك انت لما بتشوفه بتحدد ايه الظروف الصحيه بنسبه من 60 ل 80% على الهواء هنا كده. ايوه طيب هنستبدلها بايه بقى؟ هنستبدلها بان المتصل سواء لي او لابنه الصغير او للوالده اللي سنها كبير انه يكون محضر كل بياناته وكل الحاجات. لا بس ده مش مربط الفرس يا استاذ اسامه. اتفضل. مربط الفرس هو فاكر ان هو ما هيتصل بيا هقول له 1 2 تبتك تك. لا ده مستوى الطب العام او الناس اللي هم بياخدوا الطب السطحي. لكن كل كلمه بيقولها يعني لو قال لي مثلا قيء وصداع من اول صدفه القيء والصداع الى ان يكون في ورم في المخ اكيد. ده بص من اول قيء وصداع بسيط جدا بيجي لاي واحد لو جاله حرقان في زوره مش كورونا ولا غيرها واخد بالك او خد دواء عمل له قيء وصداع انا حاطط نمره 1 الحاجات البسيطه حطت 50 سبب ينتهي بورم في المخ. ده لازم انا استفيض عليه ان انا المفروض ما اغلطش. انا المفروض ما اغلطش. المفروض انا ما توهش المريض. المفروض انا ما يكونش سببي تاخير علاج او تاخير تشخيص. انا المفروض مش انا اللي تتعامل معايا كده انا وزملاتي او الكادر اللي احنا فيه. اكيد هي فيها شويه فيها شويه وماله. فيها ديكتاتوريه؟ نعم احنا ديكتاتوريين. لان ما انتش عايز اي غلطه تحصل. بص لا ديمقراطيه في الطب. في حاجات ما فيهاش ديمقراطيه. احنا بعد القوات المسلحه. الغلطه بحساب. احنا بعد القوات المسلحه. صح. ما فيش ديمقراطيه. صح. ما بناخدش راي حد. والناس تفهمت هذا الامر في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشهور اللي فاتت دي. يعني انا اجيب الجنود كده اقعد اقول لهم نجم ايه ده بنعمل ازاي وايه ولا واحد يطلع مثلا بعد احترامي ليهم يكون زي حالاتي كده يقول لهم لا المفروض نطلع يقولوا لهم مالكش راي. صح. اللي بيكشف على حاجه ولا فتح بطنه ده مش هيقعد ما فيهاش هزار من غير يعني. فتح البطن يا فندم انت ما فيهاش هزار تواجه بسؤال هو فاهم الراجل ان يعني مثلا سيادتك بتتصل بيا اتصال ادبي يعني بتتصل بيا حاجه اجتماعيه تمام ابقى معاك مسلخ مسيب نفسي بتكلم وانا حاطط مثلا دماغي على المحده وانا بشرب شاي وانا باكل وانا بهزر اول ما تحطني في الطب شخصية تانية لا اقفل بقى ده صح. مسؤول ما هو ده اللي دل دكتور على 3 حاجات خبرة ضمير أمانة ما هو والأهم مش مش مسموح لي أن أنا أغلط لا ما أنا ما بسمحش لنفسي ما بسمحش لنفسي أن أنا أغلط طيب فيقعد بقى يتكلمك عاوز يتكلم طب أكلمك أنا هكلمك إزاي 3 ساعة عشان أفهم الموضوع كله تاخد رأيي إزاي يعني تمام خبر حضرتك ده بس بقول على أساس بيجي لي اتصالات كتير جدا بعد كده ما تفهمش ازاي عن طريق او مش عن طريق سواء مرضاي القدامى او مرضاي الحداثه او اصدقائي او قرايبي او معارفي انا بقفل من هنا خلاص قدامه الشاشه يتفضل يسال الناس كلها تستفيد بهذا الموضوع. طب نرجع لتاني النقطه دكتور محمد ازاي تقدر تساعد المريض سواء بقى مريض سكر وضع صماء اي اتجاه يعني ان هو يبقى صديق للمرض. لا هو حضرتك كلمه صديق للمرض دي كلمه تخوف المريض يعرف يتعامل مع انا قصدي يتعامل معاه يعني لا يعني يتعامل معاه على اي وجه انت المفروض جاي لك كدكتور حضرتك بتحاول ان انت تخفف عنه العبء النفسي بتاعه يعني افرض مثلا بالنسبه لنا كغدد صماء في امراض بتخف 100% وان انا حضرتك ما وصلوش للشفاء بفضل الله يعني بامر الله اكون وسيله للوصول الى شفاء كامل يبقى خطا مني انا تمام هل ما يعني معنى ذلك ان احنا نعمل له البحر طحينه؟ اخبار حضرتك؟ لا ما نعملوش البحر طحينه. احنا بنفهم الامور وضعها ايه، بس ما يجيبش ان انا احمله او ابدا معاه طريق غلط، يعني مثلا مريض السكر. مريض السكر في اول تشخيص السكر كلهم هيخفوا. تمام. وبما بمجهود ضئيل جدا، لان بيكون ده اي مرض جديد ولا سيما لو كان مرض زي السكر الاستجابه للعلاج بتكون سريعه ويعني مفرحه. فالطبيب هنا حظه كويس لكن المريض هيبقى برضه فرحان ما يعرفش ان هو التقاعس او ان هو ما يلتزمش بعلاج معين طويل الامد انه هيحصل له انتكاسه والانتكاسه دي علاجها هيكون اصعب من البدايات ولو كررت الانتكاسه مره واثنين وثلاثه هيوصل وقت ان العلاج مش هيجيب نتيجة. فهنا الوضوح يا مريض انت دلوقتي جاي لي سكر الصايم 260 والفاطر 380 عالي بقاله قد ايه
انا بحلل كل 3 شهور او كل 6 شهور والمره دي طلع عالي، يعني معناه انه سكر حديث. ما كانش نايم على ودانه بقاله 5 سنين، وده في حاله اتصلت المره اللي فاتت بكده كذا حاله. فحتى لو نايم على ودانه 5 سنين او حديث او الذي منه، بدايه ما نبدا علاج بيبقى التاثير بنسبه 90% نجاح. ممتاز. هذا هيعطيه انطباع ان هو ممكن يوقف العلاج، وعاده مع نفسه بيوقفه، وربما بعد ما يوقف العلاج، وده الاصعب. انت قصدك يا دكتور بيوقف العلاج بعد ما بيتظبط السكر؟ اه يعني المفروض ما يوقفوش. ما هقول لسيادتك وقفه، اقول لك الاصعب بقى، هو وقف العلاج، مشي على العلاج 4 شهور 6 شهور، لقى السكر بينخفض، راح منه لنفسه، راح موقف العلاج، او الدكتور وقفه، وده بيحصل دكاتره بتوقفه. هيحلل لمده 3 شهور يلاقي السكر مظبوط. مع اول وعكه نفسيه او صحيه هيلاقي السكر بقى الصايم 400 والفاطر 800. ليه؟ انك انت توقف العلاج ده فن، وفن مدروس. مش انا اعمل نفسي عنطر وتوقفه من نفسي وابسط العيان، والعيان عشان ينبسط وقرايبه ينبسطوا ويقولوا عليه ان انا دكتور شاطر، يلا خلاص يلا شلنا العلاج، يقوم بعد وبعدين بقى 6 شهور ممكن سنه يفضل مفيش، واخد بال حضرتك، مفيش اعراض ارتفاع سكر، ويقيسه ويلاقيه طبيعي. تمام. بس الانتكاسه يعني جايه جايه. فبدا نسمي المرحله دي مرحله شهر العسل. تمام. وهنا كلمه شهر العسل ليست بالشهر، ولا خلينا نسميها فتره شهر العسل. تمام. انه كل كيه الحقيقه اتسمت في النوع الاول من السكر. يعني النوع الاول اللي هو بيجي للاطفال الصغيرين، وبيكون هناك نقص شديد في مستوى الانسولين في الدم، وبيكون السكر عالي جدا في الولاد الصغيرين. بعد شويه بعد ما بيبدا العلاج يبص يلاقي سكره اتظبط، وبعد مثلا عده شهور تبص تلاقي السكر بدا ينخفض، فيفرحوا قوي، يفضلوا ينزلوا الانسولين كميات كميات، وبعدين يوقفوا الانسولين تماما. تمام. يفضل بعد كده يلاقي السكر برضه طبيعي. للطفل ممكن يستمر لمده سنه بدون علاج والسكر طبيعي. دي بقى بنسميها فتره شهر العسل. تمام. بلاش شهر، او فتره العسل. الهانيمون يعني. هي الفتره. بس هي بتقال على شهر. هذا بالانجليزي كمان اسمها هانيمون. هانيمون انت لو جيت للطريقه تلاقي الهانيمون ده اللي حضرتك عشته كان كاذبا. الحقيقه بتبان بعد كده. انت هتقول لي؟ فهي برضو بيبقى سولت مون. الله يبارك فيك، ده بعدين. فهو بقى بقى هانيمون كاذب. يجي ورايا يا حبيبي اول عركه بقى. اللي هيخش فيها الاهل، وتقطيع الهدوم، وتقطيع ايه، ورمي العفش من الشباك. ربنا يستر. ما هي دي التي تتلو. فبلاش نضحك على نفسنا ونقول ان فتره شهر العسل دي صفات العروسه الجميله وصفات العريس الكيوت المهذب. لا، ده الاثنين بيمثلوا على بعض. كذلك السكر بيمثل على العيان ان انا ده كيوت مؤدب، وانا محترم، وانا جميل، وشوف خفيت ازاي. يعني انت دكتور بتطلب استمراريه في شهر العسل. حتى ولو برافو عليك قليل، ولو قليل مع المتابعه اللصيقه، لان الفتره دي انا ممكن استفيد بيها، بدل ما هي هتيجي تقعد 6 شهور او سنه ممكن اخليها 5 سنين. صح. ممكن اخليها 10 سنين. تمام. لو انا مشيت صح. بس هنا على اساس ان الطب في بلادنا مش مؤمن علينا كلنا، واخد بالك، وجات الكورونا بهدلت الدنيا اكتر، خلت حتى نظام التامين الصحي اتضرب في مقتل. طبعا لسه كنا بنعمله، لان حصل استنفاذ في كل مكان في كل دوله، استنفار واستنفاذ وكده لموارد الموارد الطبيه، وتوجهت كلها للكورونا. فمن هنا احنا الطب بقى مكلف حقيقي. خلينا في، انا عندي اعتقاد رهيب جدا ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من لديه اموال فليتعالج بامواله، من ليس لديه اموال فليعالج نفسه بالدعاء. الحالتين بالدعاء هينفع. جميل. بس انت ما تبقاش بخيل على نفسك حتى بالدعاء. حط الدعاء، بس ما تبقاش بخيل على نفسك، لانك انت لو بخيل على نفسك الله سبحانه وتعالى ينظر اليك، هذا بخيل على نفسه، انا لن اكون جوادا عليه.
لكن هو لو جواد وبعدين هيبقى على غيره ايه بقى؟ بالظبط كده. لكن انا ما معيش الدعاء واخذ بالاسباب البسيطه. والله لو رحت للدكتور لسه متعلم الطب بقاله طبعا متعلم الطب عندنا يعني بقاله 15 سنه. يعني راجل لسه بقاله 15 سنه. يعني ما مده كفايه. لا مش كفايه، ده انا بقول لك ده يبقى لسه يبقى بيبي. 15 سنه يبقى لسه بيبي. امال يا فندم. امال ايه 15 سنه بيبي. الواحد يبص لنفسه كل خمس سنين يلاقي هناك طفره. امال هيبقى شاب امتى في المجال؟ شاب عند 55. 55 يبقى ده شباب في الطب. بعدين يبقى بيرفكت 65 وبعدين يبدا يقل. يقل عشان العجز بقى. العجز كبر. بقى فمش هيقدر. فهو فترته اللي هي معلم من 50 ل 65. من 50 ل 65 ده المعلم. هي دي الخبره. المعلم. بعد كده هو نفسه بيبدا بقى يمل. واخد بالك بعد 65 يبدا يمل. فاحنا برضو كويس قوي نسقنا الكلام للكلام المهم ده. ان احنا فتره انضباط السكر للناس اللي هم عندهم تشخيص يعني بعد التشخيص الاولي للمرض مبكرا او متاخرا ما ناخدش بيه ان ده علامه على نجاح علاج دائم. تمام. ولكن الفتره دي نستثمرها في اننا نطولها، نستعيد كفاءة البنكرياس سواء النوع الأول أو الثاني على فكرة، حتى الثاني نفس الحكاية. يعني الثاني تلاقي مثلا عنده 40 سنة قاعد على القهوة مع صاحبه. قال أنا حللت أنا بدأ يعني مية مية. البول يزيد وأعطش وأشرب مية كتير وأتبول كتير وبخس شوية. فصاحبه يقول له لا يكون في سكر. يحلل يلاقي مثلا السكر الصايم 260 والفاطر 350. فيروح لصاحبه يقول له طب استنى انت تعب نفسك ليه وتروح للدكاتره ليه؟ طب اصبر شويه بس انت عمل شويه رياضه وخسس نفسك والدنيا هتبقى كويسه. صح. يعمل رياضه ويخسس نفسه والدنيا هتبقى كويسه فعلا. الاعراض بتروح. حتى لو ما عملش رياضه وقلل الاكل وخسس نفسه الاعراض بتروح. وزوال الاعراض او اختفاء الاعراض اللي هي الريق اللي بينشف بعدها تاني فذكر ان ذكرى تنفع المؤمنين اللي هو الريق بينشف. تمام. بيعطش بيشرب ميه كتير بيتبول كتير يقوم بالليل يتبول وربما ياكل كتير ويخس ويخس وما خدش علاج. اقول لك على المفاجاه. كل الاعراض دي بتروح. والاغرب انه لو حلل حلق سكر عالي. يعني اختفاء الاعراض احنا بنتكلم كلام خبرات طويله. اختفاء الاعراض لا يعني ضبط معدلات السكر. تمام. في دكتور يعني قبل ما ننتقل من الموضوع الشايق ده دلوقتي في حاجه يعني مش واضحه ليا. ازاي تبقى المعدلات سليمه وهو المريض لسه في خطر بالنسبه يعني لو دخلنا بعمق جوه جسم الانسان يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه معدلات سليمه؟ يعني الصايم مثلا ناخد الحاج رجب. السلام عليكم حاج رجب. السلام ورحمه الله يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاك. انا بحييك وبحيي الدكتور بصراحه وبحيي فريق اعداد محترم وقناه محترمه ان انتم بصراحه بتكسبوا على الهواء مجاني كده بيعتبر. ربنا يبارك لك. وبنستفيد منكم استفاده جميله جدا وبتسمعوا الكلام الله يبارك فيكم يا شيخ. اللهم امين يا رب. فانا عندي ملحوظه عايز اقولها هي مثلا الوباء بتاع كورونا ده المفروض مش نحاسب نفسنا ونشوف ايه الصح ونشوف ايه الغلط ولا نروح للأسوأ؟ المفروض طبعا ربنا بيدينا انذار عشان كلنا نتعدل. الله يبارك فيك يا دكتور. انا النهارده 9 افراد يا دكتور كحه وزكمه واعراض ما فيش داعي اقول لك 100% كورونا. النهارده ترن على 105 ترن على 110 ترن على 103 تروح المستشفى بيقول لك دي زكمه في موسمية. يعني ما في داعي. ما عرفش ليه بنعمل في نفسنا كده. هو رئيس الجمهورية هينزل بنفسه، المستشفيات هتنزل بنفسها، الدكاترة هتنزل بنفسها، الجيش ما شاء الله ربنا هينزل هنعرف نفسنا. مش لازم احنا كلنا نقف مع بعض. طيب فين يا حاج رجب؟ يا حاج نعم. رجب نعم. حضرتك واضح ما شاء الله انك راجل مثقف. الاخر هقول لك الصراحة علاج نعم. الكورونا يعني بيبقى معتمد على الاعراض وليست التحاليل. يعني بمعنى ايه سيادتك؟ نعم. يعني انا عندي اعراض اعتبرها كورونا. نعم. ودرجه الاعراض دي هتحدد اعمل عزل نفسي في البيت
ولا في مؤسسة؟ وكلمة مؤسسة مش لازم تكون مستشفى. دلوقتي الحكومة عاملة المدن الجامعية، عاملة بعض الأماكن العامة مجهزة زي المدارس والكلام ده، بتعمل فيها عزل للناس اللي هم ما نقدرش نعزلهم في البيت. وبعدين المستشفى بناخد الحالات المتوسطة والخطيرة، واخد بال سيادتك؟ لأن حضرتك التحليل مش هو المقياس دلوقتي. المقياس يعني الناس مثلا لو جبنا 100 واحد عنده كورونا، هتلاقي منهم 2 يستحقوا دخول المستشفى. جميل. طب ال 98 واحد اللي ما دخلوش مستشفى دول، هل هم عندهم في خطوره؟ ابدا، لو خد العلاج في البيت زيه زي المستشفى. وبالعكس ده طيب. ممكن يكون افضل. انا اقول لك الاصعب. هل لو انا خدت علاج الكورونا وهو مش كورونا في خطوره؟ ابدا. تمام. يبقى اذا انا وزاره الصحه وزملاتنا واحنا لازم نشتغل عمليا في هذا الموضوع. يعني خلينا حتى غير الكورونا دي، مريض لا سمح الله عنده مرض متقدم من السرطان، تمام، ولو دخلته يعمل عملية، العملية نجاحها 1 في 1000، اعمله العملية ما عملوش عملية؟ اوكي ناخد فضل. طيب خلصت كده يا عم رجب؟ طيب يعني الاعراض ماشي. يا رجب الاعراض ماشي يا حاج رجب، لو في حاجة انا ابقى اتصل تاني. استاذ رجب سلام عليكم. سلام ورحمة الله يا دكتور. بقول لك يا دكتور اتفضل. انا بالنسبه طبعا الظروف الماديه وما اعرفش ايه، نبدا عشان تروح عايز تكتب وتحلل ودواء وما اعرفش ايه، اقول لك 1000 ونص. احنا عندنا في المنزل وعندنا في الصعيد لله الحمد هو الدور كله عندنا في البيت، فقال لي الله يطمنك احنا بنعمل حاجه اسمها شلولو، ليمون وتوم وملوخيه يابسه، واخد بالك؟ واحنا ماشيين بالطريقه دي كل واحد. طيب اقول لك حاجه بس سيادتك، روح خد علاج وزاره الصحه اللي هو موجود حضرتك للحالات دي، بيديك كيس كده وفي التعليمات وفي كل حاجه، واعمل شلاوله ولو هلاوله وبلاوله. انا موافق طالما حاجه صحيه مش هتضر. مش بتاكل ملوخيه بتاكل توم؟ ما احنا بناكلهم كل يوم، ايه المشكله؟ ما دي من قبل الكورونا. بس خد دوانا برضو، خد دوانا معلش. الف سلام عليكم. شكرا شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. سلام عليكم. استاذ صبحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك. الحمد لله. اتفضل. بقول لك انت واقف جنب التلفزيون، لازم. لا انا قفلت التلفزيون. صح يا فندم. ماشي. تلفزيون بوتاجاز اقفل كله. بتزاز الزخان. اسمع ماشي. يلا انت على الهوا دلوقتي يا حاج صبحي. اهلا وسهلا بيك دكتور محمد سعد. اهلا محمد سعد عبد الحميد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا وسهلا. كنت عملت اقف في حته فاتت. احنا خلصنا من التلفزيون، دخلت الشبكه. اقف في حته تكون الشبكه كويسه. ايوه في حته فيها شبكه. ايوه خليك زي ما انت كده، توكل على الله. ايوه في الشبكه. بقول لحضرتك كنت عملت لما دخل يوم الاربعاء اللي فات، تمام؟ ايوه معلش اتفضل سامعك. كنت عامل مداخله مع حضرتك يوم الاربعاء اللي فات. اتفضل. تمام؟ اه اتفضل. بخصوص العصبي. ماشي؟ الايه قول تاني، عيد الجمله الاخيره. كنت عملت مداخله الاربعاء اللي فات بخصوص القولون العصبي يا فندم. القولون العصبي. اتفضل. فاكرينك. تمام؟ تمام. والدكتور كان كنت انا كلمته وقال لي على علاج كده على الهواء، بس نسيت اكتبه ورغم منه. كنت انا بقول له ان انا بخش الحمام بعد ما باكل على طول وبيجي لي انتفاخ باستمرار، تمام؟ فكان هو قال لي علاج على الهواء كده، ما نسيت اكتبه ورغم منه. طيب وكنت اعرف عايز اعرف بس جزئيه ثانيه. هو الدكتور كان قال لي اعمل اشعه تلفزيونيه لربما يكون المراره، فما هي علاقه المراره بالانتفاخات والقولون العصبي؟ بس الاول يا حاج صبحي انت عندك فيسبوك وعندك يوتيوب والليله دي؟ لا والله ما عندي صراحه. اللي عندي عيالي اللي عندهم. طب ما تخلي عيالك يخشوا قناه الصحه والجمال واليوتيوب، هتلاقي كل الدنيا. لو اكتب اسمي محمد او في حاجه تانية انا هقول لك. لو انت مش عايز توجع دماغك بالموبايل بتاعك، صور من التلفزيون مباشره. او يسجل دلوقتي. سجل مكالمه. هتاخد حاجه اسمها انا بس كنت حابب بس اعرف العلاج بس اللي هو كان الدكتور قال عليه بس. طيب انا هرد على حاجتين. انا طبعا مش هديك العلاج الاول، هقول لك بس ليه بنقول للمراره ممكن يبقى لها دور. لان الطب بتاعنا اسمه ايه؟ صبحي. استاذ صبحي. يا عم صبحي، الطب بتاعنا لو القولون هو سبب كل حاجه، يعني ينتفخ يبقى القولون السبب، يبقى كليه الطب المفروض تبقى سنه ونص بس.
وبعدين المفروض ما ياخدوش بقى سنه امتياز وياخدوا ماجستير ودكتوراه والكلام ده كله، يعني الناس تخش نديها كورسات زي ما بندي اي مهنه تانية. المراره ممكن تجيب اعراض زي اعراض الزائده الدوديه، والدكتور يفتح غلط وتطلع من الزايده عشان تبقى عارف. المراره ممكن تجيب الام في المفاصل، وهي المراره ممكن تجيب الام في اماكن تانية تشبه الام الذبحه الصدريه، ممكن تجيب الام على المعده تشبه التهاب المعده او ان يكون هناك قرحه في المعده. احنا مش بتوع اعشاب ولا بتوع بخور، احنا طب عميق وصعب، والناس ولادنا عشان يتعلموه لازم 15 سنه من حياتهم يضيعوا. فمن هنا انا جاوبت على الشق الاولاني باختصار شديد، واخد بالك. نيجي بقى للسؤال، انت تسجل دلوقتي دواء اسمه دوجماتيل 150 ملي جرام حبايه قبل الاكل بساعه مرتين يوميا، وفي حاجه اسمها ستيلابيد حبايه الصبح حبايه بالليل، امشي على طول كده 21 يوم ونشوف الوضع ان شاء الله. تمام. طبعا بقى يبعد عن اللبن، يبعد عن الحادق، عن الحراق، عن مراته، يعني سيب لها البلد ويمشي. تمام. كل الكلام ده يحصل. اخبار حضرتك احسن يعمل دي اول انا مالي بقى لك بقى وهي تدلت على دلوقتي تتصل يقول لك الدكتور محمد اللي قال كده. لا وبيسجل، خلي بالك يعني يطلع بقى القاضي. انا متهيألي كده الدكتور محمد اداك حقك وزياده باستفاضه، لو في حاجه ثانيه عوض الاتصال. لا اصل هو سؤاله فني قوي بس مستفز، بس انا زعلان، انا فرحان تدي الدكتور فرصه. لا مفيش مشكله. ناخد الاتصال اللي بعده، الاستاذ محمد من بورسعيد. السلام عليكم. كلم بورسعيدي بقى. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صحة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا اهلا استاذ محمد، يا مرحبا. انا عاوز اسالك عن حاجه بعد اذن حضرتك. تحت امرك. تحت امر الله. انا والله من يومين ثلاثه كده احنا بنوصل، يعني تعبنا وكنا يعني جاتنا دور بس كده بطنيه. دور ايه؟ بيقول لك من يومين ثلاثه كده تعبوا وجاله دور. انت واللي معاك يعني، ولا انت لوحدك ولا ايه؟ انا والاسره بالكامل. هو والاسره بالكامل. يعني انت خايف لو يكون كورونا مثلا سيادتك؟ لا بس احنا يعني شفنا عند دكتور يعني مختص وكده. وبعدين عندنا يعني قال ده دور برد عادي وكده يعني وكده يعني، فقال ممكن برضه تبقى كورونا بس تيجي ادوار خفيفه يعني. طب خلاص الحمد لله. ممكن طبعا، ممكن يعني هي ممكن تبقى كورونا عاديه ولا ممكن دور برد عادي؟ لا ممكن حتى الكورونا بتاخد حضرتك اشكال، ما احنا قلنا كل 100 واحد الحالات الخطيره بيبقوا ثلاثه بس، فانت 97 بني ادم من كل 100 ممكن تيجي باشكال تافهه جدا، ممكن شويه اسهال تبقى كورونا وعدت. المهم ادام الاعراض بتختفي بعد ثلاث ايام من اختفاء الاعراض ممكن تخرج وتخالط الناس عادي ان شاء الله. لا هي بتختفي بس يعني بعد اذن حضرتك هي يعني ممكن ترجع ثاني ولا هي خدت الدور حتى خلاص؟ بص 80% ما ترجعش، واستنى 5 سنين اجاوب لك على السؤال ده. ماشي، شكرا يا استاذ محمد. احنا النهارده السبت بس معانا الاستاذ الجمعه. طيب خلينا استاذ جمعه. ايوه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ جمعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معي ابني كده شغال في المعمار، يعني كان المعمار ده. معمار، اهلا وسهلا. معاه خشب يعني وكلام زي كده. جات حاجة في يده ورجليه، أول ما يشتغل في الأسمنت والخشب ده تجيله تقشفات في اليدين والرجلين. قالوا إيه في رجلين؟ رحت إلى كذا دكتور، يعني هنا كل ما أروح لدكتور أقول كذا، أقول حساسية ولا حاجة، يقول لا دي فطريات مش عارف إيه وكلام زي كده. لا يعني ابنك شغال في الخشب. وفي الرمل والأسمنت. ايوه شغال يعني في خلاصات، يعني بناخد بيوت كده بالطب وكلام كده. مش فاهم حاجه. بقول لك خلينا واحده واحده حاجه جمعه. ايوه انت الموضوع لابنك صح؟ الموضوع عند ابني. طيب هو شغال في المعمار، في البنا والاسمنت. ايه اللي حصل لرجله بقى؟ اللي حصل رجليه بس شقق من تحت، اول ما اشتغل في كار المعمار ده، طبعا هو نجار مسلح. ايوه. وعلى خشب وعلى خشبنا يعني. تمام. اول ما يشتغل في المسلحات دي وكلام كده هي رجليه تتشرح من تحت. يعني انت سؤالك ان رجليه بتشقق من تحت؟ لا، وايديه ولا رجليه بس؟ وبطن. طيب. اليدين الاثنين والايدين. اوكي طيب. دي حاجه اسمها كونتاكت ديرماتايتس،
واهم علاج فيها انه يبتعد عن الاماكن اللي بتجيب له الحساسيه دي، ده نوع من انواع الحساسيه. صح. العلاج 99% بتاعته هيبتعد ازاي؟ وده اكل عيشه، يلبس جوانتيات تقيله، واخد بال حضرتك، وممكن يجيب دواء كريم اسمه كينا كوم، واخد بال حضرتك، يدهن ايديه ويدهن رجليه ويلبس عليها الجلافز والشوز ده. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ جمعه. نرجع تاني للحديث. احنا كنا بنقول سيادتك، انت قلت لي يعني ازاي يبقى في ما زال يكون في خطوره على مريض السكر رغم ان السكر مظبوط، كنت تقصد اه المؤشرات كلها صح. اول انت جبت السؤال ده حضرتك منين؟ يعني بالظبط اكن مثلا سائق عربيه والمؤشرات صح. لا والله ما من كنترول ده. هو كنترول ما اعرفش الكلام ده، هو كنترول قاعد ايه؟ كنت تقوم نايمين جوه. لا لا لا، امال مين اللي بيديني الاسئله دي؟ لا ده سؤال، انت لازم اتفرجت على حلقه بتاعتي قديمه. اقسم بالله ما اتفرجت على حاجه خالص. طيب. انا بس شدني الحوار لان خطر، ازاي يبقى المؤشرات صح ومن جوه يعني خربان او من جوه تعبان؟ ده السؤال ده احنا اتكلمنا فيه حضرتك من حوالي 3 سنين ولا حاجه، عملنا حوالي 10 حلقات على الدي. هو السكر ايه يا استاذ اسامه؟ اتفضل. السكر ده عرض. يعني ايه عرض؟ يعني دلاله. زي الحراره ما بترتفع، هل الحراره بترتفع ده تشخيص؟ تقول عنده ارتفاع في درجه الحراره؟ لا. ايه اللي رفع الحراره؟ صح. فالسكر العالي ده هو احنا خدناه ارتفاع معدل سكر، ومن خيبتنا، وكلمه خيبتنا يعني علماء ودكاتره وغيرهم مش عارفين نصل للاصل. بينما ارتفاع الحراره كثيرين او اسباب كثيره تم التوصل اليها على مدى ال 200 300 سنه اللي فاتوا. فبقى في اسباب فيروسيه، اسباب فطريه، اسباب بكتيريه، اسباب مناعيه، اسباب سرطانيه، اسباب مش عارف ايه. وكل كلمه من اللي انا قلتهم دول تحتها لسته 70 80 سبب. وبالتالي لما اقول حراره عاليه هتقع تحت ايه من دول؟ التهاب فطري، التهاب بكتيري، مناعي، مش عارف ايه الكلام ده كله. وبعدين لما اجي اقول فطري او مثلا فيروسي، اي نوع من الفيروسات؟ البرد العادي، انفلونزا موسميه، هباب الطير الكورونا، البتاع هربس، مش عارف كده، كوكساكي بي، اسامي كتيره، اتش اي في اللي هو الايدز. تمام. فانا يبقى اذا كلمه حراره تحتها لسته من الاسباب، واخد بال حضرتك، تصل الى مثلا قول 300 200 100 سبب. طب يبقى اذا ارتفاع السكر الذي هو يماثل ارتفاع الحراره عايزين له 300 سبب هم كمان. لسه ما وصلناش بقى للتركيبه الداخليه اللي هي بسببها السكر عالي. تمام. وفي يوم من يوصل ان التركيبه الداخليه للسكر ليه عالي، اللي هم هيطلعوا الاخر 100 سبب 200 سبب، هيكون فيه علاج لكل سبب نهائي. تمام. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما خلق الله سبحانه وتعالى داء الا كان له دواء. بس المشكله احنا اللي مش عارفين الدواء، لاننا ما وصلناش للسبب. صح. وصلت يا فندم؟ طيب. وصلت. جميل. كونك انك ما عرفتش السبب وانت بتدي مخفضات للحراره، هل انت عالجت الكورونا؟ لا. انت سايب الكورونا موجوده بس بتدي مخفضات للحراره. يبقى جهاز المناعه هيتخلص من الكورونا والعيان يخف. طب ليه السكر ما بيتخلصش من السبب بتاعه؟ لان هنا مش سبب فيروسي، ده سبب مش معروف، وبالتالي حتى الجسم مش عارفه، فمش عارف يعالج نفسه. فاحنا نفضل نعمل ايه؟ ندي حاجات تقلل السكر في الدم. هل انت عالجت الاصل؟ ابدا. لا، الاصل سايبينه زي ما هو، زي ما هو كارثة. توقف الحرارة، العلاج بتاع الحرارة، الحرارة تعلى تاني. يا عم ايه السبب؟ لو السبب انت سايبه، يعني هو شغال مسكنات، تقدر تسميه كده. ولذلك السكر هنا ليس مرض ارتفاعات سكر، ده هو ما وراء ارتفاعات السكر هو اللي بيبوت لنا الدنيا، هو اللي بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفية، هو اللي بيعمل حضرتك التهابات في العينين، ويعمل نزيف في العينين، واحيانا يسمى الى العمى، هو الذي يؤثر على الدوره الدمويه داخل الكليتين ويعمل كسور كلوي
ومن بعدها ممكن فشل كلوي ويبقى في غسيل او نقل كلى، هو الذي يؤثر على القلب ويقلل دورة الدموية للقلب وضيق بالشرايين القلب، وقد يؤدي الى ذبحة صدرية وفي الى تهتك في القلب، يؤثر الى حضرتك على شرايين المخ، ويحصل حضرتك يا اما تصلب في الشرايين او تجلطات او لا قدر الله ايضا الى نزيف في المخ. القصر قصور في القوة الجنسية عند الرجال وارتخاء عند الرجال، هل ده كله هو شوية ارتفاعات السكر؟ ابدا لا، ده الذي رفع السكر هو اللي عمل دول. طب انت نزلت السكر بس دول شغالين زي ما هم زي ما هم، وهو اجمالا بنسميه هو اضطراب. يعني لو جينا نقول اضطراب في منظومة التفاعلات الكيميائية في الجسم، احداها ارتفاع معدلات سكر، لكن هي في خلل بيطلع من هذا الاضطراب. كلمة اضطراب تفاعلات داخلية، يعني الجسم بايظ، وهو المرض الوحيد الذي يؤثر على كل خلية في الجسم هو مرض السكر. الضغط مش على كل خلية، الضغط يؤثر على الأوعية الدموية المتوسطة والكبيرة، يعني يأثر مثلا على الأورطة. الأورطة ده خرطوم بوصة وربع، خبر حضرتك، يؤثر مثلا على الشرايين اللي هي في تقن الألم اللي مع سيادتك ده. طيب الشعيرات الدموية وما أقل من الألم ما يأثرش فيها، ده الضغط الدم المرتفع اللي هو 70% من الناس عند سن 70 سنة كده، قصدي 40 سنة 50 سنة، حوالي 30-40% عندهم ضغط. طب السكر؟ لا، السكر يؤثر بقى على الشرايين الكبيرة والمتوسطة والأقل من المتوسطة ومتناهية الصغر اللي هي شعرة راسيتك، يعني لا من كله. ولذلك انت هنا بتواجه بمرض لا يترك خلية إلا ما يأثر عليها بالسلب، لا يترك خلية إلا ما يأثر عليها بالسلب. طبعا. فمن هنا ليست هناك خلية في الجسم بمنأى. بمنأى يعني إيه باللغة العربية عشان الناس اللي بيسمعونا أهلالينا؟ منأى يعني بعيدة، بعيدة عن خطورة السكر، أو بمنأى يعني محمية من خطورة السكر. يبقى كل خلية فيها، وده سبب بسيط جدا. احنا اتفقنا ان الدم كله بيتأثر بالسكر، الأوعية الدموية حتى الشعيرات الدموية. هي خلية سيادتك دي اللي هي البلايين 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 عايشة ازاي؟ ان بيوصل لها مية، وبيوصل لها أكل، وبيوصل لها أكسجين، وبعدين هي دول يغذوها ليها راعي تطلع عوادم، واخد بال حضرتك، اللي هو ثاني أكسيد الكربون والبولينة والكلام ده. هي الخلية بقى متصلة بالكلى؟ عن طريق ايه؟ متصلة بالتنفس؟ عن طريق الشعيرة الدموية. طب الشعيرة الدموية دي باظت، هيبقى لها اتصال بالكلى؟ ابدا. لا. هيبقى اتصال بالتنفس؟ ابدا. هيبقى لها اتصال بالجهاز الهضمي والكبد؟ ابدا. يبقى الخلية دي لا جاي لها أكل ولا جاي لها مية سليم، يعني لا أكل سليم ولا مية سليمة ولا أكسجين سليم ولا تخلص من النفايات ومن الأوساخ اللي طالعة منها، ده كله بينكبس جواها. الخلية دي تبقى طبيعية؟ لا. لو في القلب، القلب مش هيشتغل كويس. لو خلية كلى، الكلى مش هيشتغل كويس. ترسويت. لو خلية الجهاز التناسلي، القضيب مش هيقف كويس، واخد بالك، والرغبة الجنسية تقل. تمام. واخد بالك، المخ نفس الحكاية، تبص بيهزي بينسى، بيبدأ يجيله أعراض زي الباركنسونيزم والشلل الرعاش والكلام ده كله، لأن إحنا عندنا التغذية الدموية التي تصل لكل خلية ليست سليمة. طبعا. ومن هنا كان السكر الحقيقة مرض كاتاستروفي، يعني مرض بنسميه مرض باللغة العربية ميتابوليك، يعني ايرور اوف ميتابوليزم، يعني اضطراب في التفاعلات. كلمة تبدو ضعيفة وتبدو بسيطة، ولكنها كلمة خطيرة في الحقيقة، لأن كلمة تفاعلات، أنت شوية تفاعلات وأنا شوية تفاعلات، تفاعلات باظت يا فندم. صح. زي مثلا موتور العربية، البنزين بيخش، تيجي الشراكة الكهربائية، يحصل تفاعل. يعني أنت قصدك يا دكتور إن الجسم ده كله متصل مع بعضه، مفيش حاجة منفصلة ونقدر نعالجها لوحديها وملهاش دعوة ببقية الجسم. لا، إحنا بننزل دلوقتي معدلات سكر، وده أنت مش بتعالج أصل المرض، بتعالج أعراض المرض. واخد بال حضرتك؟ طيب.
تصدق وتؤمن بمين؟ لا اله الا الله. الحلقه خلصت. ناخد النص دقيقه. النص دقيقه اللي انت اوحت لي اجابه منها ان الوصول الى معدلات سكر سليمه في الدم غايه مهمه، ولكنها ليست العلاج النهائي لمرضى السكر. ومن هنا كانت المتابعه اللصيقه واستحداث بعض الفحوصات المهمه جدا اللي هي المفروض تتعمل، سواء السكر مظبوط او غير مظبوط، كل فتره، على اساس سهوله التشخيص المبكر وفي نفس الوقت درء بعض العواقب الوخيمه اللي هي لو حصلت مش هنعرف نعالجها صح. بارك الله فيك. وفيك يا فندم. اعزائي المشاهدين، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.